ولولا مؤاخذة القميص طويل لحد ولولا مؤاخذة القميص طويل لأن أشيك ناس في مصر، القميص من أهم الحاجات اللي هتبقى في دولاب، ومهما مين قالك القميص هيفضل من أهم 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 الحاجات في دولاب. بس للأسف شباب كتير لما بيجوا يلبسوا القميص بيلبسوه بطريقة غلط بتبوظ شكله. عشان كده النهاردة أنا جاي أقولك على 6 حاجات لو عملتها قميصك هيبقى على سنجة 10. فيلا بقى انزل اعمل لايك وانزل اشترك في القناة لو انت جديد، واوعى تبتدي الفيديو من غير ما تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنسوش يا شباب بمناسبة ان احنا داخلين على 10,000 سبسكرايبر، انا عامل جيف اواي برفان تستر اوريجينال لواحد من الناس اللي هتدخل على الانستجرام تعمل لي فولو وتعمل لي كومنت على اي صورة على انستجرام. لينك الانستجرام هتلاقيه تحت، انزل اعمل لي فولو واعمل كومنت على اي صورة عشان تدخل الجيف اواي. اول غلطة الشباب بتعملها لما بتبقى جايبة قميص وهتلبسه، وهو انهم بيخلوا السليف او بيخلوا الكم نازل. قلتها لك قبل كده، البنات بالذات بيحبوا يشوفوا الراجل، بيحبوا يشوفوا عروق الراجل، بيحبوا يشوفوا شعر الراجل، بيحبوا يشوفوا الفور هاند بتاع الراجل. فانت لما بتلبس قميص وبتغطي الكلام ده، انت جاذبيتك في القميص بتقل كتير جدا قدام البنات. ودي غلطة انا بشوف شباب كتير جدا جدا بيعملوها، وهو لما بيجيب القميص بيبقى منزله وقافل الزرار وفاكر ان كده شكله روش، بس بالعكس لازم تشمر القميص. تخيل كده معايا وانت مشمر القميص والعروق بتاعتك باينه والريست باين، لو بتروح الجيم مثلا عضلات الريست باينه، ساعتك باينه، الاكسسوارز بتاعتك، بيبقى شكلك اي حاجه بقى. ودي كلنا او ثلاث ارباعنا بيعملها، هو ان القميص بتاعك لازم الحز بتاعه يبقى نازل مع الحزام والبنطلون. يعني دلوقتي لو واقف قدامك وزي ما انتم شايفين الزراير عامله خط كده نازل لتحت، الخط ده لازم يبقى نازل مع الحزام نفس الدرجه، والحته في البنطلون بتاعه السوسته لازم كلهم يبقوا نازلين في نفس الخط، نفس الخط المستقيم. ده بيخلي شكلك انيق ويبين قد ايه انت راجل مهندم وعارف انت بتعمل ايه وبتهتم بالتفاصيل كلها. تخيل معايا كده لو انت لابس قميص البتاع جاي على جنب والحزام في ناحيه والبنطلون السوسته بتاعته مفتوحه او في ناحيه تانية، شكلك هيبقى بايظ خالص، الناس تبص كده تقول ايه اللي هو عامله. ثالث واهم غلطه لازم تركزوا فيها كويس قوي، القميص لازم يتكوي. انتوا عارفين كام مره شفت شباب لابسين قميص ومشمرين ومظبوطين بس مش كاوين القميص؟ المكوى دي شيء اساسي لو انت عايز مستوى لبسك يعلى، لو انت عايز شكلك يبقى مختلف عن الباقيين، لان 3/4 الناس ما بتكويش لبسها. انت دلوقتي عشان بتتفرج عليا عرفت ان لبسك كله لازم يتكوي، والقميص ما يفرقش اي حاجه عن لبسك، بالعكس ده اهم حاجه في دولابك، قميصك لازم يتكوي كويس. عايز تنزل توديه يتكوي عند مكوجي، عايز تكوي انت، الحوار مش صعب، انا بكوي قمصاني بنفسي بس مش بيرفكت قوي طبعا زي المكوجي. فدي اهم حاجه لازم تركزوا فيها كويس قوي، قميصك لازم كل مره يبقى مكوي. طبعا غلطه بقى ودي 3/4 بيعملها، وبالذات لو مامتك هي اللي بتجيب لك اللبس، وهو القميص والفيتنج. مقاس في القميص ده من اهم الحاجات عشان شكلك في القميص يبقى حلو. ما ينفعش تبقى انت مثلا راجل بيروح الجيم وبيتعب وبيشيل وطالع عينه، في الاخر يروح يشتري لي قميص واسع ما يبقاش مبين اي حاجه. يا اخي حتى عيب على فورمتك، يا اخي عيب انك اصلا بتتفرج عليا وتعمل حاجه زي كده. ما ينفعش برضو تبقى انت فورمه ورايح الجيم وبتاع وعشان تبين العضلات دي تلبس لي قميص الزراير هتفرقع من بعضيها. قميصك لازم يبقى الفيتنج بتاعه ممتاز. يعني مثلا الكمام لازم تبقى مظبوط عليك زي ده بس مش ماسك عليك قوي، مريحك. المقاس بتاع القميص يبقى واسع مديك روم او مديك مساحه انك تعرف تتحرك فيه، ولما تيجي تقفل الزراير ما تبقاش الزراير كلها هتفرقع من بعضيها، لا الزراير كلها عادي جدا ومظبوط. خامس حاجه ودي برده بشوف ناس كتيره بتعملها، وهو ان القميص بيبقى طويل جدا. بص يا شباب احنا عارفين ان في انواع كتيره من القمصان، في الفورمال وفي الكاجوال، كل واحد بيبقى ليه طول معين، بيبقى ليه فيتنج معين، بيبقى ليه طريقه لبس معينه. يعني مثلا القمصان الفورمال بتبقى طويله عشان تدخلها جوه البنطلون ويبقى شكلها مهندم عليك، انما القمصان الكاجوال بتبقى قصيره لان القمصان دي ما بتدخلش اصلا جوه البنطلون، فلازم يبقى شكلها كاجوال وفي نفس الوقت مش بيجامه. فانت لازم تركز في حاجه زي كده، ان القميص لو طوله معدي ريستك وانت منزل ايدك جنبك كده
تعرف ان القميص ده كاجوال او لو فورمال كده هو قصير لازم تجيب حاجة اكبر او اطول، يعني هو الاتنين بيبقوا مع بعض في نفس العامل. ولو لا مؤاخذة القميص طويل لدرجة انه مغطي تيزك لازم تبقى فاهم ان القميص ده لازم يدخل جوه البنطلون ما بيتلبس وهو طالع بره. ثالث حاجة بقى وهو الشباب اللي بتمشي فتحالي 10 زراير. انا قلت 100 مرة انك لما بتفتح الزراير شكلك بيبقى راجل، شكلك بيبقى مهندم، شكلك بيبقى مش فارق مع حد، شكلك بتبقى مختلف، حاجات كتير انا عارف، بس مش نقفر بقى اخرك في الزراير زرارين غير بتاع الياقة. انا شايف اكتر من كده انت خلاص كده بدأت تقفر، بدأت تبين بطنك كلها، مش هتفتح لي بطنك لحد صورتك زي احمد حلمي. انك تفتح زراير كتير شكلك بيبقى ساعتها بقى اوفر، لما بتعمل حاجة بتبقى اوفر ما بتبقاش حلوة، خليه مظبوط زرارين بعد زرار الياقة اخر. اخر حاجة ودي اللي بتبين القميص الغالي من نضيف وهي الياقة. ياقة قميصك لو مش مظبوطة ومتنية وشكلها كده رديء ومقطع القميص هيبقى حتى لو فاكر انه جاي منين هيبقى شكله فريش. ياقتك لازم تبقى اون بوينت، مكوية، نظيفة، واقفة كويس، ما تبقاش متنية. الكلام ده يبقى في حاجة في الياقة جوه هنا زي حاجة بتبقى ماسكاه مش عارف اسمها ايه بالظبط. لو ضيع عندك او مثلا عندك قميص ضاعت منه ممكن تجيب حاجة زي الدبوس بتدخله بيفضل ماسك الياقة ويبقى شكلك. طب كده يبقى الفيديو خلص. ما تنساش الجيف اواي اللي احنا عاملينه بمناسبه 10,000 سبسكرايبر، خش اعمل لي فولو على الانستجرام واعمل لي كومنت على اي صوره من اللي عندي هتدخل الجيف اواي فور فان تست الاوريجينال اللي انت هتطلبه، طبعا ده لو موجود يعني. وما تنساش في الكومنتس تحت تقول لي رايك في الحلقه وتعمل لايك، واهم حاجه طبعا لو انت جديد عشان نقفل ال 10,000 سبسكرايبر انزل